السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لإصحاح التمرين الثالث من درس الاشتقاق. التمرين متعلق بالنهايات والعدد المشتق. باستعمال العدد المشتق لدالة، حدد النهايات التالية. نعلم أنه إذا كانت F دالة قابلة للاشتقاق في A، فإن F' لA هي نهاية F لX ناقص F لA على X ناقص A عندما يؤول X إلى A. باستعمال هذا التعريف سنحاول تحديد هذه النهايات. الحالة الأولى، نهاية سينوس X على X عندما يؤول X إلى 0. نعلم أن سينوس X على X تساوي سينوس X ناقص سينوس 0 على X ناقص 0. إذن نضع F لX هي سينوس X، ونعلم أن الدالة F أي سينوس قابلة للاشتقاق في R، ومشتقة F' هي مشتقة السينوس والتي تساوي كوسينوس. إذن نهاية سينوس X على X عندما يؤول X إلى 0 تساوي نهاية F لX سينوس ناقص F لصفر سينوس 0 على X ناقص 0 عندما يؤول X إلى 0. هذا التعبير أو هذه النهاية هي العدد المشتق للدالة F في 0. ونعلم أن F' لX هي كوسينوس X، إذن نعوض فنحصل على كوسينوس 0 تساوي 1، وبالتالي هذه النهاية تساوي 1. الحالة الثانية، لنحسب النهاية، نهاية سينوس X ناقص جذر مربع 3 على 2 الكل مقسومة على X ناقص باي على 3 عندما يؤول X إلى باي على 3. لدينا سينوس X ناقص جذر مربع 3 على 2 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3 تساوي سينوس X ناقص سينوس باي على 3. سينوس باي على 3 هي جذر مربع 3 على 2 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3. نضع F لX دائما في هذه الحالة هي سينوس X كالحالة السابقة. نعلم أن الدالة F قابلة للاشتقاق في R ومشتقتها هي الكوس. إذن نحصل على نهاية سينوس X ناقص جذر مربع 3 على 2 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3 عندما يؤول X إلى باي على 3 تساوي نهاية F لX ناقص F لباي على 3 على X ناقص باي على 3 عندما يؤول X إلى باي على 3، والتي تساوي F' لباي على 3. هذه النهاية هي العدد المشتق للدالة F في باي على 3 تساوي كوسينوس باي على 3. نأخذ تعبير الدالة F' ونعوض X بباي على 3، ونعلم أن كوسينوس باي على 3 تساوي 1 على 2، وهذه هي قيمة النهاية. الحالة الثالثة، لدينا كوسينوس X ناقص 1 على 2 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3 تساوي كوسينوس X ناقص كوسينوس باي على 3، لأننا نعلم أن قيمة كوسينوس باي على 3 هي 1 على 2. الكل مقسوم على X ناقص باي على 3. نضع F لX في هذه الحالة تساوي كوسينوس X، ونعلم أن الدالة F أي الكوسينوس قابلة للاشتقاق على R ومشتقتها هي ناقص سينوس. إذن نهاية كوسينوس X ناقص 1 على 2 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3 عندما يؤول X إلى باي على 3 هي نهاية F لX ناقص F لباي على 3 الكل مقسوم على X ناقص باي على 3 عندما يؤول X إلى باي على 3، والتي تساوي F' لباي على 3. إذن نأخذ تعبير F' نعوض X بباي على 3، فنحصل على ناقص سينوس باي على 3 أي ناقص جذر مربع 3 على 2. الحالة الرابعة، لدينا جذر مربع X زائد 6 ناقص 3 الكل على X ناقص 3 تساوي جذر مربع X زائد 6 ناقص جذر مربع
3 زائد 6، أي أخذت هذا التعبير وقمت بتعويض x ب 3، فنحصل على 3 زائد 6 هي 9، جذر مربع 9 هو 3، والكل مقسوم على x ناقص 3. في هذه الحالة نضع f ل x تساوي الجذر المربع ل x زائد 6، ولدينا الدالة f قابلة للاشتقاق على المجال ناقص 6 زائد ما لا نهاية، المجال المفتوح، لأن الدالة المتواجدة داخل الجذر أي x زائد 6 قابلة للاشتقاق على المجال المفتوح ناقص 6 زائد ما لا نهاية، لأنها دالة حدودية قابلة للاشتقاق على r. ولكل x من هذا المجال، المجال المفتوح ناقص 6 زائد ما لا نهاية، x زائد 6 أكبر قطعا من الصفر. قمت باستعمال الخاصية الجذر المربع لf قابل للاشتقاق على مجال e إذا كان لكل x من هذا المجال f لx موجبة قطعا وقابل للاشتقاق على المجال e. ولدينا f' لx هي مشتقة جذر مربع x زائد 6. نعلم أن مشتقة جذر مربع f هي مشتقة f على 2 جذر مربع f، بحيث f هي x زائد 6، فنحصل على مشتقة x زائد 6 والمقام 2 جذر مربع x زائد 6. مشتقة x زائد 6 هي العدد 1، فنحصل على مشتقة f هي 1 على 2 جذر مربع x زائد 6، وبالتالي نهاية جذر مربع x زائد 6 على 3، عفوا ناقص 3 على x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3 تساوي نهاية f لx ناقص f لـ3 على x ناقص 3 عندما يؤول x إلى 3. هذه النهاية هي العدد المشتق للدالة f في 3. نأخذ هذا التعبير نعوض x ب 3، فنحصل على 1 على 2 جذر مربع 3 زائد 6، أي 1 على 2 جذر مربع 9. جذر مربع 9 هو 3، فنحصل على 1 في 2 على 2 عفوا في 3، أي 1 على 6، وبالتالي هذه النهاية تساوي 1 على 6. النهاية رقم 5، نعلم أن x زائد 1 لكل أس 2 عامل لكوسينوس x ناقص 1 الكل على x، هي x زائد 1 الكل أس 2 في كوسينوس x، العدد 1 هو 0 زائد 1 الكل أس 2 في كوسينوس 0، كوسينوس 0 هو العدد 1 الكل مقسوم على x ناقص 0، وبالتالي نضع f لx هي x زائد 1 الكل أس 2 في كوسينوس x. هذا التعبير. الدالة f قابلة للاشتقاق على r كجداء دالتين قابلتين للاشتقاق، الدالة الأولى هي الدالة الحدودية المعرفة ب x زائد 1 الكل أس 2، والدالة الثانية هي الدالة المعرفة ب كوسينوس x. ولدينا f' لx هي x زائد 1 الكل أس 2 في كوسينوس x الكل بريم، تكتب على شكل f في j، مشتقتها هي f' j زائد f في j', بحيث f هي x زائد 1 الكل أس 2 وj هي كوسينوس x، فنحصل على هذا التعبير. هذه الدالة x زائد 1 الكل أس 2 بريم تكتب على شكل f أس n بريم، والتي تساوي n في f بريم في f أس n ناقص 1، فنحصل على n أي 2 في f بريم x زائد 1 بريم في f أس n ناقص 1. هنا لدينا الأس هو 2 ناقص 1 سيساوي 1، وبالتالي سنحصل على x زائد 1 في j زائد f x زائد 1 كل أس 2 في j بريم. بما أن مشتقة الكوسينوس هي ناقص السينوس، إذن نحصل هنا على ناقص. إذن f' تساوي 2 عامل x زائد 1 في كوسينوس x ناقص x زائد 1 الكل أس 2 في سينوس x، وبالتالي f' لx تعبيرها هو هذا التعبير. إذن صورة 0 ب
الدالة F بريم نعوض X بصفر فنحصل على 2 عامل لصفر زائد 1 في كوسينوس صفر ناقص صفر زائد 1 الكل أس 2 في سينوس صفر. صفر زائد 1 هي العدد 1، كوسينوس صفر هو العدد 1، سينوس صفر هو العدد صفر، وبالتالي هذا التعبير يعطي صفر والتعبير الأول يعطي 2، فنحصل على F بريم لصفر تساوي العدد 2، وبالتالي نهاية X زائد 1 الكل أس 2 في كوسينوس X ناقص 1 على X عندما يؤول X إلى صفر هي نهاية F لX ناقص F لصفر على X ناقص صفر عندما يؤول X إلى صفر، أي العدد المشتق للدالة F في صفر وقمنا بحسابه سابقا، فنحصل على النهاية تساوي 2. الحالة الموالية، نعلم أن العدد 1 ما هو إلا 3 ناقص 2 الكل أس 200، أي قمت باستعمال هذا التعبير، وبالتالي 3 ناقص X الكل أس 200 ناقص 1 على X ناقص 2 تساوي 3 ناقص X الكل أس 200 ناقص 3 ناقص 2 الكل أس 200 على X ناقص 2. نضع في هذه الحالة F لX تساوي 3 ناقص X الكل أس 200. الدالة F في هذه الحالة قابل للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية، ولدينا F بريم لX هي مشتقة 3 ناقص X الكل أس 200، تكتب على شكل F أس N، مشتقتها هي N في F بريم في F أس N ناقص 1، بحيث F هي 3 ناقص X و N هو 200، فنحصل على N في F بريم في F أس N ناقص 1، مشتقة 3 ناقص X هي ناقص 1، إذن مشتقة F هي ناقص 200 في 3 ناقص X الكل أس 199، وبالتالي صورة 2 بالدالة F بريم هي سنعوض X ب 2 ناقص 200 في 3 ناقص 2 الكل أس 199، 3 ناقص 2 هي 1، 1 أس 199 هو 1، فنحصل على ناقص 200. وبالتالي نهاية 3 ناقص X الكل أس 200 ناقص 1 الكل مقسوم على X ناقص 2 عندما يؤول X إلى 2 هي نهاية F لX ناقص F لإثنان الكل مقسوم على X ناقص 2 عندما يؤول X إلى 2 تساوي F بريم لإثنان أي ناقص 200. الحالة الموالية، باستعمال العدد المشتق لدالة عددية لنحدد النهاية، لدينا 2 سينوس X ناقص جذر مربع 2 الكل مقسوم على 2 كوسينوس X ناقص جذر مربع 2، سنعمل البسط بإثنان ونعمل المقام بإثنان ثم نختزل إثنان من البسط ومن المقام، فنحصل على سينوس X ناقص جذر مربع 2 على 2 الكل مقسوم على كوسينوس X ناقص جذر مربع 2 على 2. نضع F لX هي سينوس X و G X هي كوسينوس X، إذن الدالتين F و G قابلتين للاشتقاق على R، دالتين اعتياديتين، بحيث مشتقة F هي cos ومشتقة G هي ناقص sin، إذن النهاية هي النهاية المطلوبة هي نهاية sinus X ناقص جذر مربع 2 على 2 الكل على cosinus X ناقص جذر مربع 2 على 2 عندما يؤول X إلى P على 4، أي نهاية سينوس X ناقص سينوس P على 4، سينوس P على 4 وكوسينوس P على 4 يساويان جذر مربع 2 على 2، أقوم بقسمة البسط والمقام على X ناقص P على 4. تساوي F بريم لP على 4 على G بريم لP على 4، نعلم أن F بريم هي الكوس، إذا نحصل على كوسينوس P على 4، والج بريم هي ناقص سين، فنحصل على ناقص سينوس بي على 4. كوسينوس بي على 4 وسينوس بي على 4 هما جذر مربع 2 على 2،
وبالتالي نختزل البسط والمقام فنحصل على العدد ناقص واحد، وبالتالي النهاية المطلوبة هي العدد ناقص واحد. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.